جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي. هنبدأ معاكم من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، لكن كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرية البسيطة. لو رحنا لكوبري اكتوبر هنلاقي ان في كثافات مرية متحركة بتفضل مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي ان في سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه أيضا كثافات مرورية وصولا للمنصة. ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، لكن بيشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات. شهدت بقى كمان مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي الى المعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. ونروح معكم محافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان بدأت بتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر إلى الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية. هنلاقيها كمان بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. ولو رحنا لطريق المريوطية الدائري في سيولة مرية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة الدول العربية وكمان في ميدان الدقي، لكن بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وامبابة. لكن لو رحنا بقى لمحور صفت بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات زي الدلتا ومحافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي هيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي، وبتظهر كثافات كمان مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة ووسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. كمين جولتنا ونروح بورسعيد هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة لأننا حالة مرية، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في العريش 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.